وسهلا بكم في صباحكم عافية. اليوم صباحكم عافية رح نتحدث عن أمراض جدا مهمة اللي هي أمراض الجهاز التنفسي بعد الإصابة بفيروس كورونا. رح نتعرف عن تداعياتها وأسبابها وأيضا طرق علاجها مع الدكتور عدي طاهر الهاشمي، تخصص دقيق بالأمراض التنفسية والصدرية وأيضا تدريسي في كلية طب بغداد. يسعد صباحك دكتور. أهلا، صباح الخير على مشاهدي قناتنا العراقية الأكاديم بحضرتكم. اهلا وسهلا بك دكتور عدي. دكتور عدي، اليوم موضوعنا بكثير من المواضيع والتفاصيل جدا مهمه واللي تفيد العالم اجمع مو بس فقط في العراق، لكن خلينا نشوف الاخبار اللي محضرها لنا زميلنا عبد الحسن. ويسعد صباحك يا عبد الحسن. اهلا، صباح الخير ميلاد، صباح الخير مشاهدينا الكرام. الى اخبارنا المنوعه والى اولى اخبارنا لهذا اليوم، في قفزة جديدة سوف يعتمد العلماء على الذكاء الاصطناعي وواجهات الدماغ الحاسوبية لإعادة تأهيل الأشخاص الذين تعرضوا للسكتات الدماغية، وأطلق على هذا المشروع اسم سيبروج العصبي. والمشروع مهتم بثلاثة أهداف كالتالي: تحليل الحركة المتوقعة لدى المريض بخوارزمية معتمدة على الحاسب، وتطوير روبوت يمتلك استراتيجية تحكم في الحركة بناء على إدراك حركي مستوحى من الدماغ، وضع أساليب وآليات إعادة التأهيل للمرضى عبر الذكاء الاصطناعي المستخدم. ويقول أحد المشاركين وهو جونات زانغ أن الهدف تطوير روبوت سهل الاستخدام وغير باهظ التكلفة في التعجيل من إعادة تأهيل مرضى السكتات الدماغية، ويأمل المشاركون في المشروع يصبح في المتناول في غضون 5 سنوات القادمة. أعلنت السلطات المختصة في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة عن اعتماد برنامج جديد يقوم على استخدام أساور ذكية تقوم بمراقبة عملية سير التعافي من المخدرات في الإمارات العربية، حيث كلف البرنامج مبلغ قيمته 9,000 درهم إماراتي. ويقوم مبدأ عمل السوار الذكي أيضا على وجود نظام تحديد المواقع GPS لتحديد موقع المدمن والتقاط صورة له إذا استدعى الأمر ذلك، وعمل مزامنة بين البيانات الفورية والإشعارات في الوقت الفعلي. ويمكن للمدمن أن يقوم بالاتصال بمراكز إعادة التأهيل لطلب المساعدة في أي وقت. يعد المستشفى التخصصي في عمان الأردن هو أول مستشفى في منطقة الشرق الأوسط إفريقيا أو شمال إفريقيا يبدأ استخدام جهاز جيكو بالإنجليزية، جهاز استخدام تحفيز كهربائي عصبي عضلي مبتكر للوقاية من الانصدام الخفاري الوريدي في مرضى القلب والأوعية الدموية المعرضين لمخاطر عالية والذين لا يمكن وصف معايير رعاية لهم. ويستخدم الدكتور وليد محمد حسن مسعود استشاري أول في جراحة الأوعية الدموية وداخل الأوعية الدموية وزراعة الكلى في المستشفى التخصصي جهاز جيكو المختص في الأوعية الدموية في محاولة لمنع تجلط الدم في المرضى المعرضين لمخاطر. علميا تحول الشعر الرمادي إلى اللون الرمادي دليل فقدان صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الجلد والشعر. يتلقى الشعر وهو في بصيلاته قبل الخروج من الفروة إشارات كيميائية وكهربائية من الجسم، ولذلك تعمل هرمونات التوتر على تصلب الشعر فور إفرازه. وقد توصل العلماء لهذه النتائج عن طريق مراقبة الشعر بأجهزة ميكروسكوبية عالية الدقة في تجربة أجراها العلماء على حوالي 14 متطوعا قد وثقوا مذكرات التوتر اليومي والإجهاد الذين تعرضوا له، وكانت النتائج مدهشة. وتسبب الضغط والإجهاد لفقد الشعر اللون الأسود، وبينما زادت الصبغة في حالات تخفيف التوتر والإجهاد. إلى هنا وصلنا لختام أخبارنا المنوعة، هذه عودة لزميلة ميلاد.
شكرا لك يا عبد الحسن على هذه الأخبار المنوعة الجميلة في صباح هذا اليوم من صباحكم عافية. إذا نرجع إلى محور حلقتنا الأساسي لهذا اليوم عن الجهاز التنفسي وأيضا تداعياته وأيضا الأشياء اللي تصيبه بعد الإصابة بفيروس كورونا مع الدكتور عدي طاهر الهاشمي، تخصص دقيق بالأمراض التنفسية والصدرية وأيضا تدريسي في كلية طب بغداد. يسعد صباحك مرة ثانية دكتور. أهلا بكم ومرحبا دكتور. حاليا احنا العراق والعالم اجمع في وباء عالمي اللي هو وباء كورونا، حدثنا عن تأثير فيروس كورونا على الرئة والجهاز التنفسي لا سيما بعد هذه السلالات الجديدة والكثيرة اللي ظهرت. نعم الحقيقة هذا الموضوع جدا مهم، لأن يعني هو موضوع الساعة ومعظم الناس تريد تعرف هاي المعلومات شنو تأثيرها، وقاعد أكلهم يشوفونها يعني بمرضاهم سواء من الأقارب أو من الأهل أو من الأصدقاء. الحقيقة هذا الفيروس هو تعرفين هو فيروس مستحدث يعني أو ما كان موجود أو يعني موجود سابقا، بس الطفرة صارت اللي هو كوفيد 19، سرعة الانتشار والمضاعفات اللي رافقت الإصابة. يعني العلماء لحد الآن وقاعد نسوي بحوث ونسوي شغلات طبعا على نطاق العالم، هذا الحكي تأثيراته الحقيقة غير محدودة. يعني احنا نلاحظها بمرضانا في المستشفى او في العياده او غيرها، حتى الاشياء اللي تكون يعني نسميها اتيبيكال يعني اشياء غير متوقعه، مرات نشوف ان الفيروس هو سببها الفيروس نفسه وسببها الرد الفعل المناعي اللي يصير داخل الجسم. يعني شوف مثلا انت يعني احنا المعروف انه كوفيد 19 يعني الكورونا هي تصيب الجهاز التنفسي، يعني كبداية الجهاز العلوي بعدين تنزل الجهاز التنفسي الأسفل يعني الرئة وغيرها، أوكي هذا المعروف. لكن احنا لاحظنا انه لا تجينا أعراض أخرى يعني ما لها علاقة بالجهاز التنفسي بصورة مباشرة، تلقى يأثر على الجهاز الهضمي، تلقى يأثر على الجهاز الدموي بصورة عامة يعني الأوعية الدموية وغيرها، تأثر نقدر نقول على الجسم كله بالضبط وعلى الكلى وعلى الكبد وإلى آخره من الأمور، وحتى لقينا نسبة زيادة في نسبة الجلطات الدماغية والقلبية، تأثير على القلب وغيرها. فشوف انه هواي اشياء لحد الان بها نوع من الغموض، يعني نشوفها تسجل ان عندنا مثلا صار، بس بها يقادرها بحوث اكثر لمعرفة الاسباب ومعرفة العلاج وغيرها من الامور. صح اكو اشياء نعرفها وهذا، بس البحوث الحديثة ان شاء الله راح تبين اكثر. طيب دكتور احنا اليوم موضوعنا عن الجهاز التنفسي، خلينا نقتصر موضوعنا هنا. نعم. اصحاب الامراض الربو وغيرها هنا شلون نقدر نقلل من الخطورة اللي تصيبهم بعد الاصابة بفيروس كورونا؟ نعرف انه هم الصاحي الانسان الصاحي ده يتأذى من كورونا. نعم. هؤلاء اصحاب الامراض شلون نقدر نقلل الخطورة؟ احنا يعني ننصح يعني بصورة عامة أصحاب الأمراض المزمنة، وهذا يشمل الربو وغيرها وغيرها والضغط والسكر وإلى آخره. نعم. أهم خطوة يسويها لينقذ حياته هو اللقاح. يعني أكو فكرة خاطئة يعني نشرت بصورة يعني ما أعرف من ناس غير مختصين أو لا يزعلون علينا مخطئين نقول عليهم، ذولي هم السبب الرئيسي اللي زرعوا فكرة انه اللقاح بالعكس يعني خطر للناس اللي عندهم اصابات مزمنة وكذا. لا بالعكس، احنا حتى اللي عنده اورام يعني ورمة يعني خبيثة او كذا وقاعد ياخذ علاجات كيميائية، هذا هم ممكن ان ياخذ، ممكن ان يعزز المناعة تقوي، يعزز المناعة تقوي، يعني فذولي هم الفئة المستهدفة اصلا. يعني بالعكس دعوة الى المرضى المصابين بأمراض مزمنة أن يسرع وبسرعة كبيرة أن يلقح، واللقاح بالعكس يعزز من هذه المناعة ويقي من المضاعفات اللي تحدث بعدين إذا انصاب بكوفيد. أريد أبين في شيء يعني للمشاهد الكريم أنه اللقاح لا يقيك من المرض بصورة يعني 100%، لكن يعطيك من الموربيديتي والمورتاليتي. شنو الموربيديتي والمورتاليتي؟ الموربيديتي يعني مضاعفات المرض، يعني انت متصاب بكوفيد وانت ما ملقح، هسه راح اكو سؤال يجيك اكو ناس انصابوا وطلعوا، اوكي هاي جينات
يعني اكو ناس لهم قابليه ان يقاوموا المرض وانتهت اوكي نعم. يعني واحد بس اكو اكثر يعني اكو هواي من العالم يصاب اصابه توصل الى الموت توصل الى دخول المستشفى توصل نعم. الى دخول استخدام الفنتيليتر يعني جهاز التنفس والى اخره من المضاعفات الاخرى وهاي تعرف راح يصير عنده تجلطات والتجلطات بالرئه وتليف والى اخره والرئه راح ما ترجع الا بصعوبه او مرات حتى ما ترجع الى وضعها الطبيعي يعني راح يتاثر جزء كبير من الرئه بهذا يعني بهذا الاصابه فاللقاح يقيك من هذا بنسبه 99% او 95% نقول يا 99% من هذه المضاعفات زين يقلل لك نسبه الوفيات فشوف انت دول العالم الـ يعني نسميها دول العالم المتطوره يعني مثلا نشوف على نطاق بريطانيا او غيرها نعم مو ماكو اصابات الاصابات اصلا يعني قد يقول قائل اصابات اكثر بالملقحين نقدر نقول انه اعراضها خفيفه يعني واحد يقرا يقول الملقحين, الملقحين نعم. اكثر اصاباتهم بس هو ليش؟ لان يعني الشعب ثلاث ارباع او اكثر من ثلاث ارباع من عنده هم ملقحين نعم بس يقول الموتاليتي ايش قد يعني نسبه الموت ايش قد اقل دكتور احنا نقدر نقول انه هذه دعوه من خلال نعم. شاشه قناه العراقيه الاخباريه وايضا من خلال برنامج صباحكم عافيه الكل الناس اجمع يعني من 12 سنه فما فوق انه يقدر يروح لاقرب مركز صحي اللقاحات موجوده الكوادر الطبيه موجوده على اتم وجه موجودين وايضا بيقدمون العلاجات وايضا بيقدمون اللقاحات على اتم وجه احنا طبعا بهذه المرحله نحتاج وعي جدا مهم ما نصدق باي شائعات تنشر حول اللقاحات اللقاح هو الطريقه الوحيده حتى تنقذ نفسك وتنقذ عائلتك اذا دكتور نرجع لمحورنا حول كورونا دكتور حاليا الخطط العلاجية الموجودة بالعراق شنو اللي دا تستخدموه للأصحاب المصابين بأمراض الرئة والجهاز التنفس يعني نقدر نقول انه كورونا اللي مأذيتهم ايه احنا شوفي تعتمد هاي على كل مريض خصوصية يعني اكو خطوط عامة مشتركة يعني لعلاج كوفيد واكو خطوط واكو اضافات نسميها تعتمد على الطبيب المختص لهذا يعني انا مثلا اقول دائما المريض بكورونا اذا كانت اصابته بسيطه اوكي يروح عندنا اطباء عامين ممتازين طب الاسره موجودين اطباء الباطنيه التنفس لكن من يصير عندك مضاعفات يا مواطننا العزيز اكو طبيب مختص اللي هو طبيب الامراض الصدريه والتنفسيه وطبيب الباطنيه ذول اكثر اثنين يعني طبيب الباطنيه وطبيب الامراض الصدريه والتنفسيه يعني الباطنيه دارس يعرف لها المختصين ذول هم اكثر ناس فئه يفيدونك لان المضاعفات هم راح يحلوا لك يعني مع احترامنا لكل الاختصاصات الاخرى يعني كل من باختصاصه فهذا ممكن تحل هذه المشاكل او المضاعفات اذا كانت ايرلي ديتكشن يعني انت بدايه الاصابه او بدايه المضاعفات راجعت الطبيب المختص راح الامور تنحل بسرعه اسرع وباقل الاضرار نعم. يعني مثلا احنا عندنا من المضاعفات المهمه هو التليفات اللي تصير بالرئه او الجلطات الرئويه هذه ممكن اذا كانت في بدايتها او بعد الاصابه مباشره ممكن ان نقدر نسرع بحل لان يعني انت تعرف اذا بقت ماكو حل الا يعني عمليات تبديل رئه او هذا يعني كلش صعب و يعني خارج يعني طاقة الإرادة نعم طيب دكتور حاليا تنتشر الحساسية الموسمية وأيضا الإنفلونزا ونشوف أنه أعراضها مثل أعراض كورونا نعم. هنا شلون نميز بين الإنفلونزا والحساسية الموسمية وبين كورونا شديدك إحنا بهذا وضعيتنا الوبائية نعم نعتبر أي إنفلونزا أو أي أعراض تنفسية هي كوفيد حتى يثبت العكس نعم يعني احنا نام على المكيف وفلان وممكن صح. يعني لا يفهمها البعض انه انا اريد اخوفهم او اريد هذا لا انت اعتبر نفسك حتى شلون حذر واجب هنا شو تسوي تراجع طبيب يعني يمك اكو بعض التحليلات ممكن نسويها
اذا المسح موجوده، حتى اذا مو مسح هو الطبيب مالتك يعرف شنو الاشياء المهمه اللي تسويها، اجراء بعض الفحوصات، هاي ممكن تحل لك الموضوع، وممكن تطلع يعني هي فلو عادي او انفلونزا عاديه، وممكن ان تكون كوفيد. بس انت شنو الخطوه الاولى؟ انه تراجع بصوره صحيحه او تعزل نفسك، شوف نفسك الامور اوكي صارت زينه كان بها، ماكو انت بعد يعني تعتبر نفسك. طيب دكتور، اكو اختلاط بين امور التحليل والمسح، يعني البعض اذا يحس بامور انه انفلونزا صارت عنده او هذه الحساسيه، من يروح يسوي تحليل يطلع انه هو مصاب، لكن من يرجع يسوي المسحه تطلع انه ماكو اصابه، هنا شلون يعني يقدر يحل هذا اللغز انه هو مصاب او غير مصاب؟ بالضبط، هو شوفي احنا اكو يعني يعني بالطب اكو يعني اكو اشياء يسمونها تجميعيه او اكيوميليتيف، يعني معلومات تجمعها، تبدي من الهيستوري اللي هو تاريخ المرض، يعني تزيل ايش عندك، ايش صار عندك كذا، بعدين الاكزامينيشن اللي هي الفحص، بعدين الانفيزيجيشن اللي هي التحاليل والاشياء اللي توديها اشعه ورنين والى اخره. هاي الاشياء كلها من تجمعها يلا انت توصل المن الى التشخيص. يعني انت ما يصير انه تعتمد بس على فلان، اذا طلعت المسحه سالبه مو معناته انه انت ما مصاب. ليش؟ لان المسحه هي اساسا بها نسبه نسميها مو خطا، يعني نسبه من الضياع ب 30%. يعني ممكن اثناء مثلا ما ياخذ العينه ما اجت بصوره صحيحه بالمكان اللي بيه الفيروس او البارتكلز، يعني الـ 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 الاشياء من بها ممكن اثناء خطا اثناء الـ يعني عمليه الاخذ، ممكن اصلا يعني بذيك اللحظه هو الفيروس نزل بغير مكان، يعني فاكو خطا بيه بالجهاز الى اخره. احنا رغم انه الاجهزه الموجوده والكذا من الاجهزه الجيده يعني في وزاره الصحه استغلتها، لكن احنا نخلي نسبه هذا خطا عالمي. الحكي هذا انا احكي عن ابقى المراكز العالميه اكو نسبه خطا بها. اما بالنسبه للتحليل، فاذا التحليل شو يسوي؟ التحليل هم نوقف عنده. اكو تحليل مثلا يقول لك مال انتي بودي اللي يعني المضادات، هاي يجوز انت عندك اصابه قديمه، فلازم انت اذا لازم مو انت سويت يا ابو المختبر وابو المختبر يقول لك او فلان شيء، لا الطبيب المختص هو يجمع لك اياها ويشوف لك انه انت مصاب او لا. بعدين شنو الاشعه المقطعيه اللي هي المفراس، هم نفس الشيء. وهاي يعني للمواطن يعرف انه انت مو بكيفك تروح تسوي مفراس. المفراس يعني عادل يعني عده مرات اشعه انت ماخذها، يعني عرض نفسك الى اشعه خاصه بالنسبه للنساء، يعني تعرف هذا ممكن يسوي لنا بعدين مضاعفات اخرى انت بعدين تحتاجها. فانت خلال مده سنه يعني اكو واحد يسوي اربع مرات مفراس او ثلاث مرات مفراس، هاي كارثه. فانت لازم تروح للطبيب المختص. الطبيب يعني احنا دائما يقول لك حاول قدر الامكان انه ما تتعرض للمفراس. المفراس يعني فشيء اشعاع بنسبه كبيره، يعني هسه صار روتين، يعني يجي كيف اريد اسوي مفراس بدون ريكوست، بدون يعني ما طالبه طبيب او شيء، يجي الطبيب الدكتور هذا. هو صح انت راح تبين بيك هذا، بس انت اول مره لا، ممكن اكو شيء بسيط يعني تبين بالاشعه المقطعيه وفي مال لا. نعم. يعني او انت بالتحاليل الاخرى. فلهذا نقول احنا دائما نروح للمكان الصحيح احسن ما تخسر خسار، يعني تعرف كوستي هذا سعره وكذا اذا ما حصل بالمستشفى او يعني من هذا. وحتى لو بالمستشفى هم راح تاخذ مكان مريض محتاجه فعلا او 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 او, أو غيرها من الامور. طيب دكتور، بصورة عامة يعني شلون نقدر نتجنب أمراض الجهاز التنفسي؟ احنا أول شيء الخطوات الأولى، أولا التباعد الاجتماعي. يعني أنا نحكي على كورونا لو نحكي بصورة عامة. بصورة عامة وبعد بصورة عامة هي أنت تعزز مناعتك، هاي وحده. اثنين، اذا كان عندك اكو مرات شغلات يعني خارج ارادتك، يعني التحسس مثلا، امراض التحسس او الربو، تدخل بها عوامل وراثيه، تدخل بها عوامل جينيه، تدخل بها الى اخر من الامور. هاي انت اذا حسيت نفسك انه انت عندك تحسس او كذا، تبتعد عن مصدر اللي سبب لك تحسس. يعني مثلا العطور المعينه، الاكلات المعينه، الاجواء المكان اللي بيه انت، بعض النباتات، بعض الى اخره، هاي الامور تبتعد عنها. هاي من ناحيه احنا لازم نقسم شنو امراض الـ يعني هذا مصطلح كبير، شنو امراض الـ الصدريه او الجهاز التنفسي. بس بصوره عامه احنا عندنا
يسمونها اوبستركتيف وريستركتيف. الاوبستركتيف شنو؟ انسداديه وكوت تحديديه يسمونها. نجي الانسداديه اللي هي الربو، والسي او بي دي التهاب القصبات المزمن اللي يصير عندنا اكثر شيء عند المدخنين، يعني دائما من عمر كبير يصير عندهم، ومدخن بصوره كبيره يصير عندهم هذا، يحتاج انه يقول صار عندي خنقه، صار عندي كذا، صار عندي ضيق نفس الى اخر من الامور. هذا ذولي في خانه، واكو خانه اللي هي الربو والتحسس القصبي بانواعه اللي تبدا من عمر صغير واكو بعمر كبير ولها علاجات. هاي انت شنو؟ تبتعد عن مصادر الزيد هذه الامور، مثلا التدخين توقفه، تبتعد عن مصادر اللي تخليك الزيد او تهيج الحساسيه والى اخره. اما الامراض الاخرى يعني اذا كان مصاب بهذه الامراض شلون؟ اما بالنسبه للمصاب بكورونا شلون نتجنب انه تزيد هذه الاعراض عنده؟ يعني مصاب بهذه الامراض ولكن مصاب ايضا بكورونا، شلون نقدر انه نقلل من هذه الاعراض عنده؟ اي هاي شنو؟ الخطوه الاولى قلنا اخذ اللقاح. الخطوه الثانيه التباعد الاجتماعي، يعني انت دائما كمامتك، دائما الشخص التجمعات اللي بيها يعني كبيره انه حاول ان تبتعد عنها. يعني انت شوف الناس، يعني هسه اكو نوع من الاستهتار، انا اسميه استهتار بحياته وبحياة الآخرين. يعني أنا شفت التجمعات يعني أكو بيها اجتماعية، يعني النوادي الموجودة مثل النادي اليرموك أو نادي المادري شنو إلى آخره من النوادي الأخرى، ما ولا أظهر بعرض الحائط الامور هو يعني مكانات بغداد، يعني المولات اللي هسه يزعلون عليها الجماعه. دكتور شوف انه هذا المكانات هذه بها مصدر رئيسي لانتشار العدوى، اضافه الى التجمعات الدينيه اللي تصير مرات، يعني ما ملت يعني هسه اوكي يعني ما ندخل لازم انه، بس المشكله انه ما اخذ اجراءات لازم من ناحيه التقييم والتباعد الاجتماعي. طيب دكتور، اكو كثير من المصابين بفيروس كورونا بعد الشفاء من هذا الفيروس مضاعفاته اثرت على الجهاز التنفسي، يعني ظل وياهم الفتره ممكن انه يوصلون الى الوفاه، وصارت عندنا كثير من الحالات داخل العراق. هنا شنو العلاج المناسب لها؟ شلون يتعامل الدكتور مع هذه الحاله؟ يعني شنو الحاله تصير بالضبط؟ بعد الاصابه من فيروس كورونا والشفاء تماما، لكن انه هو عنده امراض الجهاز التنفسي، هذه الامراض ممكن تتضاعف عليه وتظل انه تلازم بعد كورونا بعد شهر او شهرين وراها تسبب له ممكن حتى الوفاه. هنا شلون يقدر انه المصاب يتعامل مع حالته؟ وايضا الدكتور شنو التشخيص المناسب؟ شلون راح يقدر يتعامل مع المصاب مالته؟ احسنتي. احنا هنا يعني هاي اهم يعني دعوه كل المصابين، خاصة اللي عندهم صارت مضاعفات معينة مثل تليف أو غيرها من الأمور، هذا لازم مراجعة دورية للطبيب المختص. أرجع وأقول المختص، إما باطنية أو مرض صدري وتنفسي، أو إذا كانت مثلا إصاباته يعني بأجهزة أخرى مثلا قلبية أو غيرها إلى آخره. يعني تعرفين مرات يعني يصير عنده شفنا زيادة في جلطات القلب أو الجلطة الدماغية أو غيرها، هذا لازم يراجع طبيعي على مو شنو، احتمال راح يبقى على بعض الأدوية المسيلة للدم، احتمال يعطي أدوية مضادة للتليف، احتمال راح يعطي أدوية للتحسس القصبي وإلى آخره. نعم. فلازم احنا ما يعني أنا ما أريد أخصص بأشياء معينة. نعم. لازم كثير من الإشارات ولازم المراجعة الدورية. وبعد شغلة ثانية. نعم دكتور. بعض المصابين يقول لك أنا صابيت وبعد ما ألقح الجرعة الثانية أو بعد ما أسوي وشو كذا. المفروض أنه اللقاح والمراجعة الدورية. أنت بعد نعم. أن تنصاب وبعد أن العفو تتماثل للشفاء. نعم دكتور. من اسبوعين الى ثلاث اسابيع ورا الـ 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 يعني اختفاء اخر عرض عندك، الاعراض الرئيسيه يعني الحمى وغيرها انتهت. نعم. احسب لك اسبوعين او ثلاثه. نعم. بامكانك ان تاخذ اللقاح وبالعكس. نعم دكتور اكيد احنا مكملين وياك باقي امراض الجهاز التنفسي، لكن خلينا نروح نشاهد هذا التقرير وبعدها لنا عوده. يصاب الجهاز التنفسي بالعديد من الأمراض والالتهابات التي تؤثر عليه،
قلقانا وحساسا ويتأثر بالعوامل الخارجية بسهولة. ومن أبرز الأمراض التهاب الشعب الهوائية التي تمتاز بالسعال المستمر وصعوبة التنفس والإصابة بالحمى، وكذلك مرض الالتهاب الرئوي، وتتميز أعراضه بالسعال وألم في الصدر والغثيان وصعوبة التنفس والحمى. ومن الأمراض الأخرى الربو، ويحدث بسبب التهاب مجاري الهواء بالرئتين، وهو مرض مزمن يحول دون وصول الهواء للشعب الهوائية ويسبب نوبات ضيق التنفس وكذلك الزكام، بالإضافة إلى تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي عند المصابين به، والذي يسبب التهاب الجهاز التنفسي، حيث تصيب بطانة الجهاز التنفسي وتحدث فيها جرحا مما يسبب الالتهاب ويتطور في الحالات الحرجة، حيث تصبح الرئة غير قادرة على الحصول على كميات كافية من الأكسجين. وللوقاية من أمراض الجهاز التنفسي يجب الابتعاد وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، والحرص على الابتعاد عن الأشخاص المدخنين والمصابين، وكذلك الابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها الدخان والغازات وتناول كميات كبيرة من السوائل، والحرص على التطعيمات التي تساعد الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي والتي تقوي مناعة الجسم. إذا راجعين وياكم أحبتي المشاهدين حتى نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم حول أمراض الرئة والجهاز التنفسي، اللي هي أمراض كثيرة ومتعددة ومتنوعة ومعقدة في نفس الوقت، مع الدكتور عدي طاهر الهاشمي. أهلا وسهلا بك مرة ثانية دكتور. دكتور، قبل التقرير تحدثنا عن أمراض الرئة للمصابين بفيروس كورونا. حاليا خلينا نعرف بشكل عام، من غير المصابين بفيروس كورونا، بشكل عام شنو أبرز أمراض الرئة وتأثيرها على الجهاز التنفسي؟ نعم، بصورة عامة احنا قلنا يعني أمراض تنقسم إلى أقسام، منها اللي سببها بكتيريا أو فيروسات، يعني تعرفين اللي هي احنا نسميها ذات الرئة، ذاك أسبابها فيروسية، ممكن أسبابها بكتيريا، أو ممكن حتى في بعض الأحيان فنجل اللي هي فطريات. هاي من ناحية التهابات. أكو لا احنا نسميها يعني تغيير في تركيب الرئه والقصيبات الهوائيه، اللي هي اكو نوعين، اكو سداديه واكو تحدديه. السداديه اللي هي COPD، اللي هي التهاب القصبات المزمن والربو، هذا واحد. الثانيه اللي هي ريستركتيف او تحديديه، يعني الرئه يصير نوع من التليف او تغير في يعني في تركيبها بالضبط. هذه هم تنقسم الى اقسام، منها البلمر فايبروسيس اللي هي تليف الرئه، والاكو اسباب يعني اكو ايديوباثيك هي ما معروفه السبب، وهي تعتمد على عوامل جينيه والى اخره من الامور الوراثيه والى اخره. واكو لا لها اسباب، مثلا متعرض الى اشعاع، متعرض الى ممكن جلطات والى اخره دمويه، عفوا رئويه، بعدين تتحول الى تليف، او ممكن نتيجة تحسس، يعني احنا نسميها انترستيشال ديزيز، اللي هي يعني في تركيبة نتيجة مثلا ذول المربين طيور معينة او كذا، او يشتغل معامل يعني معامل معينة بها يتعرض الى مواد من السيليكون او الاسبستوسز يعني والى اخر من الامور، راح تصير عنده هم امراض اخرى بالرئة. فهاي يعني بصورة عامة مختصرة، اضافة الى الرئيس يعني الصنف الاخير اللي هو الاورام، الاورام خاصة الامراض اللي نحكي على الاورام الخبيثة اللي تصير عند الرئة، وهم بها انواع تعتمد على النسيج اللي يضربه. وكل بعد الاخيره اللي هو يعني اورام تجي من مكان اخر، يعني مثلا اصابات بمكان اخر هو تأثر عليه. نعم. اكو يعني اكو العديد من يعني الامراض الاخرى اللي هي بين هذه، بس هذه الامور الرئيسيه بصوره عامه انطيتك اياها بصوره ملخصه. نعم. زين دكتور، احد الامراض ذكرت انه ذات الرئه، يعني شنو نقصد بذات الرئة؟ ذات الأشخاص المعرضين للأسهال. إيه ذات الرئة يعني هي ذات الرئة، إحنا بالمصطلح نيمونيا يعني بالإنجليزي، ذات الرئة يعني إصابة بكتيرية أو فيروسية أو
فطريات يعني في نسيج الرئه، في نسيج الرئه بالضبط، يعني يصير في نسيج الرئه. يعني شلون عندك مثلا اي مكان اخر ممكن يصير التهاب مثلا بالجلد، ممكن يصير بالرئه بالكلى التهاب مجاري بولي. اذا انصابت الرئه نفس نسيج الرئه نسميها ذات الرئه. فهذا لها اسباب، وطبعا هم اكو انواع من الاصابات البكتيريه. يعني تعرفين اكو اصابات مثلا عندنا التدرن، يعني اللي يسبب يعني نوعيه من البكتيريا، هذا يعني ممكن نعرفه عن طريق فحص البلغم، ممكن عن طريق الفحص الاشعاعي نعرف انه بنسبه كبيره المكانات مواته محدده وممكن ان ينتشر يعني على نطاق الرئه، هذا خطر جدا ومعروفه. اكو بكتيريا معينه تصيب مكانات، فهذا يعني الطبيب هو المختص يعرف بها. شنو الاعراض اللي تظهر على المريض؟ يعني انت بصوره عامه مثلا هو يعني هسه حتى يعني ندخل يعني هو نفس الكوفيد يعني كورونا، هو يبدي بالجهاز التنفسي العلوي، يعني وبعدين من ينزل بالرئه راح يسبب لها نعم يعني ذات بس شنو اصابه فيروسيه، وبالنهايه يعني راح الرئه تنتلف وتتاثر به تاثر مباشر نتيجه رد فعل المناعي. يعني هو الفيروس هو مو مرات بنفس او 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 البكتيريا. انت تعرفين احنا ليش مثلا نقول اللقاح مفيد او كذا، على مود ما يكون رد الفعل المناعي قوي بحيث يأثر على نسيج الرئه ويؤدينا الى مضاعفات. كذلك يعني مثلا قلنا يعني نرجع لموضوعنا اللي هي ذات الرئه بصوره عامه، الاعراض مالتها تكون بدايه يعني كاي التهاب يعني فورا بدي ما دام دخل راح يصير عندنا حمى. الحمى هاي تختلف، اكو مرات حمى عاليه درجات ارتفاع عاليه، ومرات لا واطئه، ومرات حتى ما عندهم مناعه او كذا، مرات حتى يعني الحمى بسيطه او مو ذات. يترافق وياها مثلا سعال ويا بلغم ويا كذا، البلغم شنو نوع اللون يعني هذا، هاي كلها هم تعتمد على نوع البكتيريا وعلى المكان اللي بي. ممكن يرافق ويا ضيق نفس، ممكن يصير في بعض الاحيان حتى تجمع سوائل بالرئه وغيرها من الامور. زين طرق علاجها تعتمد على الاورجانيزم، يعني على يعني اذا كان بكتيريا نعطي انتي بايوتيك، وهم تعتمد على من لازم تسوي انت زرع تعرف شنو نوعيه هذا البكتيريا. يعني احنا صح مرات نعطي بصور، يعني اذا اجى هو في حاله مثلا يعني صعبه نبدي يعني مضادات حيويه احنا نسميها بروب سبكترم، يعني تقضي يعني قويه، لكن بس هو انت الخطوه الثانيه لازم انت تاخذ عينه من البلغم مالته وتزرعها او من مكانات اذا كان مسوي مضاعفات مثل سوائل او شيء وتعرف نوع البكتيريا او الفيروس او الطفيلي الموجود، على ضوءها تعطي المضاد الحيوي اللي يقضي عليها بصوره عامه، اضافه الى اكو علاجات نسميها تحفظيه او سانده نسميها، مثلا مقشعات تطلع البلغم تطلع الكذا، يعني والى تعالج الاعراض نفسها اذا شفت ضيق نفس من هالسيرويدات والى اخره، لكن هذا حذر بها. انا ما لازم تعرف انه هسه اول مره انه هذا بكتيريا او فيروس والى او طفي على اساس التشخيص يتم العلاج. طيب دكتور هواي نسمع بتليف الرئه، يعني شنو تليف الرئه وشلون يصير يعني؟ تليف الرئه قلنا احنا اما هو ابتداء احنا اكو يسمون ايديوباثيك، يعني الى اسباب يعني غير معروفه بصوره واضحة، لكن تصير بأعمار معينة، تصير عند ناس معينين. شنو الأعمار؟ لهم قابلية يعني تختلف، قلت لك من يعني من ناس إلى آخرين. اكو أعمار كبيرة تصير عندهم تليفات نتيجة تعرضهم إلى أمراض معينة أو التهابات معينة، ومن ضمنها يعني شفنا احنا كوفيد، يعني نشوف انه وراء الإصابة يصير عندهم نوع من التليفات وغيرها. اكو لا اكو امراض اخرى هم السبب اني اكو لا ما عنده لا اصابات ولا شيء، بس هو عندهم تليف نتيجه هي شغله شنو شغله شغله يعني مناعيه جسم الانسان، ممكن مناعته اكثر من اللازم رد فعلها قصدي السبب ان هذا التفاعلات وهذا فيتحول هذا النسيج الرئوي المفروض هو وظيفته
الى سيست يعني مطاط او يعني النسيج مر في شيء خاص يتحول الى شيء اخر. نعم. نتيجه هذا التجمع فنسميه تليفات، هذا راح تاثر على يعني هذا راح تشوف بصوره مبسطه راح تاثر على وظيفه الرئه الاساسيه وقدرتها على تبادل الغازات والاكسجين يعني اخذ الاكسجين وطرح ثنائي الاكسجين، فبشكل عام راح يصير النفس ما تضيق، راح النفس قدرته مثلا على المشي او يتعب بسرعه نفسه يضيق، فهذا من المضاعفات اللي تصير. وانت شو يعني المشاهدين يعني المصابين بامراض التليف مو يعني بسبب كورونا. زين طرق تشخيصه هنا وعلاج شلون؟ التشخيص مالته الطبيب المختص يشوفه استخدام الاشعه المقطعيه، استخدام المفراس هنا راح يحدد ايش قد النسبه نسبه الاصابه، ايش قد نسبه هذا، ومرات حتى في بعض الاحيان حتى ناخذ انه اكو بعض الامراض ما تليف ياخذون يعني زرع ويشوفون نوعيتها والى اخره من الامور، وعلاجه هم يعتمد. اكو بعض احنا عندنا علاجات صراحه جيده ممكن ان تقلل من تاثير هذا التليف، وممكن ان يعني هواي عندنا مرضى ان يجون يعني هواي الحمد لله ممكن وبالمستشفى قاعد نعالجهم ومتوفره ويعني وزاره الصحه موفرتها، فالامور يعني زينه. بس هذا يعني شو وقت يكون التشخيص مبكر؟ مبكر على مد ما تتفاقم الحاله وتصير الى الأسوأ. زين دكتور، من جمله امراض اللي تصيب الرئه هي الجلطه الرئويه، الكثير من عندنا ما يعرفها صراحه، اذا ما تم انه تشخيصها مبكرا ممكن انه تسبب الوفاه، ممكن تعرف لنا يعني شنو الجلطه الرئويه وشلون تصيب الجهاز التنفسي او الرئه؟ اي هذه الجلطه الرئويه احنا نسميها بالمر انفاكشن يعني نتيجه خثره معينه، يعني هو مدام جلطه يعني مو جزء من الرئه. هذا شنو نتيجه مرات اشياء خثره تصير سد الاوعيه الدمويه اللي تغذي الرئه، فراح ينتهي جزء من حسب المكان اللي صار به تصير عنده هذه التجلطات، هذه التجلطات بالنهايه راح تصير عندنا تليفات وتصير عنده ممكن ان تؤدينا الى الوفاه بنسبه كبيره، هذا دائما يصير مثلا بعد اذا كان عنده يعني المريض خثره برجليه بالقدم وحركه بسيطه او كذا، شوف راسا تطفر هاي شاور تروح هناك، او مرات لا ابتداء يصير مثلا خاصه بعد عمليات كبرى او نتيجة كسر في بعض العظم كبير او كذا، هاي امور كلها تؤدينا الى اكو لا يعني نسبة لهم قابلية ان يصير عندهم خاصة اوزانهم كبيرة، فهواي عوامل احنا نسميه اكو سكور نقاط على ضوها يعني نحسب قد هذا السكور ويعني هذه النقاط ونحدد خطورة هذا يعني وكيفية علاجها، يوم يعني تعرفون انتو الخثرة كل ما كانت صغيرة او كان ممكن ان نلحق عليها وممكن نسيطر عليها، بعكس اذا كانت كبيرة ممكن تؤدي للوفاة بدقائق يعني. زين دكتور، ممكن انه الوراثة تدخل بموضوع انه هذه هي مو بس وراثة يعني جينات اكو معينة والوراثة يعني مو انه عندك واحد ابو توفى القابلية ان تكون تصير عندك هذه التجلطات، يعني اكو قابليه، بس مو معناته انه كل واحد عنده يعني واحد من العائله صار عنده لا انت كلكم راح تسويكم، لا ماكو اي شيء. زين الاعراض اللي تظهر على ضيق نفس يعني يصير عنده وجع فظيع يعني مرات يصير ومرات لا يصير هبوط بالضغط راسا يعني ما يلحق على نفسه اصلا حتى ما يقول اكو الم راسا تشوف احنا نسميها سدن دروب يعني سقوط راسا وضيق نفس ما يلحق هذا، لا مرات لا تجي ضيق نفس او وجع اوجاع بالصدر، شوف يروح يسوي التخطيط يسوي هذا، مرات اذا طبيب شاطر يوقفها، مرات حتى ما تطلع حتى بالتخطيط يسوي التخطيط ما يطلع. ف ايراد يعني
سرعة في التشخيص وتذهب إلى الطبيب المختص يعني اختصاص جراحة الصدر أو أمراض طبيب الأمراض الصدر والتنفسي أو الباطني، ممكن أن يحل لك إياها بسرعة وتعرف. وطبعا اكو حتى تحاليل يعني عندنا، يعني مثلا الحامل ممكن هم يساعدهم هذا التجلطات، لان تعرفون الحمل والهرمونات الموجوده ب يعني الاضطرابات اللي تصير كلها تؤدي الى مخاطر انه يصير عنده هذه التجلطات. نعم. إذن دكتور عدي طاهر الهاشمي، شكرا لك ولحضورك، شرفتنا ونورتنا، شكرا للمعلومات اللي انطتنا اياها. شكرا جزيلا. إذن احبتي المشاهدين، وصلنا وياكم الى ختام مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. من صباحكم عافيه، نتمنى لكم نهار سعيد والى اللقاء.